بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. السؤال المهم مش إمتى، الأهم ليه وأعمل إيه. الناس بتقول إمتى هعيش أحسن، إمتى المشكلة تخلص، إمتى الفلوس تكتر، إمتى كل الناس تحبني. السؤال الأهم بدل ما تفضل مستني إمتى، تعال نفكر أعمل إيه عشان أوصل لإمتى. أعمل إيه جوه المشكلة، أعمل إيه عشان الناس تحبني، أعمل إيه عشان أقدر أعدي الأيام الصعبة. أما حكاية إمتى دي صعب تجاوب عليها، ربنا قبل منك له دور فيها، لكن أعمل إيه ده دورك ومن خلاله تقدر تعيش يومك. بلاش تفضل عايش دايما مستني حاجة بكرة، تعال النهاردة نعيش النهاردة ونتمتع بالنهاردة.